هي تلفزيون كاسيت هارون كيس بها مغدشو مغاها و محمودا خلافضا وركا هاي تلفزيون كاراد يها وحاكم النغنية سيهايا وزير كماليدا وده فوري قرشها أفراد أف صوماليقا قدوميا محكمة السرية بدالك وكهدلي وطالدا مغالدا مغدشو وزارد وحبارشادا مامور كهيرشادا ولو ركتي اسكول كيا لمغالدا جوهري قدومي محكمة السرية الدالكة وحارك كجري حارون عصف عفين كبولي سومال لان وصوخة بتيدك كدين يدين تا كريشتانكا انتا سنوحا يا هايين قدوبة ورقة راضية تي فيها ستي حارون تي سليحة مغدشو هاتاني سوا لغيستران سيهايا وزير كمالية حكومة فضرة كسوماليا هيا دافوري قرشها أفرات أف سوماليا عمر يوسف ايا ناصي ديرينيا سيهايها وزيرك مالية دا حكومة دا فدرالك سوماليا عبد الرحمن دعالي بيلي ايا دا فريق رشهولاتك قدقة افراد دا اف سوماليا وزير بيلي ايا شاقين اف سوماليا وشاكي بدن لغمو جيي وحانا وشاعيه ان دادك اي قبين حرمد اولي هيا اف سوماليا داقان كهاد جيرا ايو شاقه وزيرك ان اي اوبا بيين دمان داقمدي هوري اي سوماليا دو لهان جرتيس دا وهادالك اولي وهالكن آد ورور بالج موجي فربضن الصومالي حجوت جيبالي أنا واحد سلاه الصومالي هكذا يسيب جوعي إنها كان نبت الصومالي جو أف أوردني بس هو مترجمه نور معلومات كترجمه أف أف كل بنا الله شاد كنا شاي يترجمه أنا واقل كان كسوكر يا أقل أتبلا بوها يدقامه يدقو يا أقل بوها محوها هنا هورساريه تبصار فورساريه تبصار لبوها يا اقل جيليسي اورتيسي جوقتو على ورريا وا اقل بيرلوها او نويدي يا حكبكي و خيسودا ساريين ايوها او مرشيدي سارنتاي او ايرفيدي سارنتاي او هرقودكي ساريهي ايوها وخي هادي لغا سو غوري او اقلكي يا غوري لغا سو غوري او غوريو افاف لها او افافكي سنه ولها مخو بوخسين وحسن كنا دعم لها وسوق رجال كنا كلا سوق قال تمر كاسو الباب إن برنا ما الباب إن برنا وان كذين وحاولوا جري الباب وبحنا نقول بريس بال يا لعوني يا لقي جرو لقي عنو جرو جرو فندا عليه قد له يا 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 ملك سه يلاها يا حيرو وحيرو باس تانو نبي باس تدو حلق عمره ليه ده مر كاسو حي لقي عنو يي بينو نبي يا ملقا عدي أرمه كله يا نو نبي haddad maanta halka ka tagto reerkan oo aqaan tagto way kula yaabtay tiraab Soomaali ba halaabay waad erada naga tagay weeyaan hada naga tagay hada doonaysaa inaad nolosha ku noolaato de afkalkan uu yala qaado ya muska iyo misirishu ku jiraay qaado dibeetana ishaabeyo waxa tunayso ku habeeba lagu oranay ama afu same ma cilmi baa naqaanayna cilmi baa halkan imka cilmi baa ku qoray cilmi baarid de ma cilmi baa naqaanayna صوتت حوله ليا مبيري ليا مين هايمو بس ما معلم بان غني سقران كاي نقول رم علي مركا وحوي افكي ماشي سيو يا لاي انا سانس لاي انا لا كان نميدو نولول كلا با انو نميدو دولت بانو نميد دولت هي دولت بلاف سومالي كو شيك وحيالها الدوليه كميت هاينا انا غودينا كشقيا دولت بانو نميد وزيرانو نميد حكومه بانو نميد رئيس الوزراء انو نميد وحاسو دن حقا ما لو يقانا لو ما يقانا gole inu ne gole gole muxuu yahay gole waa meel fadhiisto not that meel fadhiya ya gole waa meel kamida aqalka Soomaali leedahay meel kamido lagu soo uro la fadhiisto weeyaan halkan golaha baa goluhu ma hadad waa meesha la isku yimo weeyaan marka waxaan islaay afki ma halaabine inaga soo luunay ina soo qaadan afki weey halku yaali ka soo qaadano oo nolosheena maanta ku dabaqno ayay tahay marka gudidan waxa looga baahan yahay إن أهرمها دبا قلان بألو بهاي أو سوماليان وحنا ييشان مثلا وزير ده تركي بو وزيرون بويدا دانا أفكو ديوي ما كلمة داسي ما تركي با أوريجين كيدو إلا أن تتكلم ويسكن باللاينة مثل عربي وي تت بدن وزير أوريجي بجر باكستان با وزير ليدا يا مركا مقا دانا تا مثل كلمة بانو سمايسانا حتى ينقوا دا تينا سمايسانا ويالانا إنا وافكم بيسو كرينيسا قرحانيسا يا مركا وحيالا بدنو دولة دي سن دولة واف عربي أما وابا تركي أما وابا سيماتيك أما وابا وحيالا كلا
أفاف كنوع عاصو كلاين أمي يرنو هدان إريج ميرها دلحية شيء يكسوينو إن عند بيتنا كان يرنا ينقو أيه لو بيمارا جود تيزن هالكن لقدر يسويه أذ بانو فرحسنا ما أنت إن عن غوبجو كهذا إن لقدر يسويه عن سله دور أرهموت بيبي يلا أنا جو كو قنعسن كنا دركسن إن شقدي نقرن ثاي وحد قبنا سان قرن ثاي هذا أنا دور أرهموت بمهم هالكن لقدر واجي midu waxa weey afka qoran ee dawladdu ku shaqeynaysa lagu shaqeynaya muxuu noqonaya ya muxuu noqonaya ala maxaa shaqeeyay intaaba maalin walba waxaan ka intaas oo wax oo la qoray oo meel kale loo qorayo ereyo fara badan adiga dalxayno ka dhawaajiyay ayaa la doonaya afka oo koraay in lagu soo daro afkeena ereyo maxaa jira xuruuf baan jira yani ereyo ma xarafka حرف واحد عربي سوما. إن لغو صوت على الربا. أنا مو حنقبا. سد حد داء ولا نأكل النوع. داء أنا مو بحية داء الإسبانيش كي قرأ البرتغيز كي يا كهلا. يا أديجا أكل ويان. أديجا. أديجا. أديجا ويان. وهذا. وكلمة فر بنا النوع عصو كلا. وداء ده حد كجيرتون لا والله من. أي جيرتون تاي لغو صوت له. وعلامة الله يا الله إذا بيتنا سان نقط. daa di lama laabta waa daa kale caadiyan waana ya daa kale caadiyan waan leenahay oo dulqaad oo kale waa daa caadiya soo ma laakiin adiga iyo hodan iyo haddii maanta sheekada gasho waxaad ogaani waxyaalo fara badan oo daa khafiifka very important in hela loo baahan yahay afku waa koray oo marka la qorto wax kale ku soo baxay waxa kale aan waan islaahay inay jirta dha lama laabanta maalin hore halka waan ka sheegay dha lama laabanta har adigi adigi wasku darsameero ya waan kala maray soo ma waan kala maray anuu goonideedan inteeda u maday eegada waan maday iyo uu maray kala gooni way shaarkaba iga maday iyo waxba la maray waa kala gooni way ya marka waa la maday iyo dhaaya kala badan oo noocaas oo kala oo dhebeleba jiraya dadaya ina ka dhigna ma heedada lefteeda ayaan ka bin kara diida iyo ejtan wax kale ku sameyn karna oo ka qafiifsan yaa ku sameyn kara shaarkii bayga madhay yaa shaarkii bayga madhay yaa marka dhacdaasna iyaduna waxay tahay waxyaalahay tahay laga fikiro eedin yaala arrimahan la oranayo isku dhigmaya kala dheh confusion ba ka taaganada badan ba ka taagan ma hooyo ba mise waa hooyo halkan go'do in ma kamaa hooyo ma hooyo ba mise waa hooyo ya halkan waxa ay badan oo sidaas ugu wadeeg oo ay taayeen la kala saaro action argu waxa faransiiska lagu raado loo sameeyo oo la garto inuu waxaas oo yahay oo oo ahayn ya waxa kamida us baa jira sooma uud ne u jira uud uud niki karanaya ne beerelay uma garan doona uud beerelay ba garan uud ma doow ha beerelay kariyama soo ma hayada uud nawamid oos nawamid marka oo iyo uu ba jira oo iyo uu ba jira mid wal oo ka shaqalka dheer iyo laba nooc buu yahay ya marka in iyagana la daba galo ayaa la idin ka baahan yahay oo calaamad lagu sameeyo by the way shaqalkan dheeri ma ahayno laba isdaba yaalo noqday wax yar oo kaliya noqon kara iyo kaliya noqon karta wax yar loo sameeyo siyaadiyada kale laana waxaad u baahan tahay dhaqaal aad uga baahan tahay alaabta la soo daabacayo iyo waxyaalaha la soo sameynayo hado waraaqo iyo waxaad u baahan tahay waxa ugu yar ee ugu economisan ee samayso ayaa lagaga baahan yahay marka taana waa la idinka baahan yahay inaad bal dib u eegtaano resinka maxaa la yiraahdaa inaane ruudka ama resinka ama asalka ama salka ereyga salka soo ma salka ereyga la baaro waxaad la gelaysaa luqad kale la gelaysaa taasina iyaduna waan u malaynayaa haddaad sii kor xaadsataan waxyaalo kale oo badan bay idin yaalay inay iyaduna tahay hawl inoo taala marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan qayb ka ahay shirkan aadka u qurux badan aan aad u daneeyay anigu waan inoo furayaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waa idin salaamayaa waana idin soo dhaweynayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa yuusuf shaacir wuxuu yidhi afku waxa weeye
وحكم دي هاي وحيالات دولة دولة هاي محوها هنا أن لو بهاي دولة دوني هرت واحد لو واحد دولة دولة هاي وزارة المالية ده يا دبار كم هذا ويا أفكار أمريكا حاجة يوسف قليه وحنكو بلنقا دينا ها وحنكو بلنقا دينا إن أنا كقائب قادر نو أفكار دي بديس كيسية دي سيد ديس هذا لو دولة دولة رنتي يعني مالك دولة دولة هاي بكم دي هاي وصورش دولة دولة هاي بكم دي هاي هذه أتباع السلامتين شركاني وروح لبعضني وينوفرين هاي أتباع السلامتين عمر جوح راضي يا تلفزيون كسيتي مقدشو قدومي يا محكمة السرعة دلكا عياك هاللي هتلاقي ذكو يا لمجالد مقدشو عاصمة الصومالية قدومي يا محكمة السرعة دلكا يا فرين أدرى دتك ملكيلياش هتلاقي ذا مجالد مقدشو يا دتك الله كرينا يا هتلاقي ذا إن لا أجادو فاسق كإيمان كرد دقتانك هتلاقي ذا وحونا شيء إن وزارة أمنية يا وزارة الدين تأخفتا لامها تلياش بوليس كمجالد إن أي حجة سارم أرين كني سيدي وحلاقة قبل لها تعديد سيكر ليسا وحيوما لما مرمان إن لري ما دو قرشة حق هوتيل ده لودو هوتيل ده إن هذا كلي وحلو بعاتنا العقد في حسين الهوتيل وحكي نمر به وحلو بعاتنا هاي مركز هوتيل عبده ويني ما شكله هوتيل ده إني دبيرة عن كهلا إنها كدعاء ليال مريم تنجو كدعاء بنا ويجب واحد عشرين لكن هو تير حمل بيالا هو عينه قرنا إنه إلا يقدم بالنوع عاصا كده عيرك وين مشي قرن ملنا يدري ملنا يمسويته إنه هاي إنه أنت واحد قطع ما كان يعني واحد ربنا حياة وزارة أمن ذه يوتيلس كبولس الصومالية يوزارة الدين تيا وقافين إسكك عشران هو تيلا ده قاعد بلدي وحركوه كمل يدنا هو تيلا يا ولدين كار labo qof oo rag iyo dumar ah moodayday kana hotel maya awaaminta waxyaabaha u baahan in laga soo saaro taas ka mid labada qof ee kala jinsiga ah ee raba inay qof hotel u degaan hotelku waa inuu weydiiyo shahaadada nikaah taa hadii aan weydiin hotelku isaga ayaa qayb ka qaadanaya in la fidiyo fusuqa iyo in dambiyadu inay dhacaan la dhigayo marka waxa ku dardaaraya wasaaradda amniga إن أوامر تأسسها، أفنى سو عن دوكيمنتي هاي سن الله حقيقي، هوتيل إلى نودينك. إسلام كان الله بقف أوكي لكن سيا أو على حقيقي إلى استوانا نهوتيل نودينك. ووحي الله روتي أي مكروه تيك إن أبويا نير أوفو أي مقبل كم عندك على إنه ربعنا إن عيلة إنه ربعنا أول كلام ربعنا. ما كان كودي غنوا وحي الله بصير كا إنه وحكة قلنا وحبا بلون بلون بمركز. إن دوين دونا إن شاء الله تعالى. mar labaad aad baan u bogaadinayaa shaqooyinka la qabtay waxaan dhiirri gelinayaa anoo ku amaanaya tiryaha ciidanka booliska ee agaasimayaasha guud ee kala dambeeya wasaaradda amniga iyo qof kasta oo kaalin ka geystay hawshan in la sii xoojiyo oo la sii limilaabo dhanka kale gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa uu ka hadlay maandooriyaha dalka soo galaya arrimahaas looga hortago waxay ku ah in laga hortago oo lala dagaalamo maandooriyaha من دوري وحوي وحيابها السهل ليا دنوتا إنه كور ما ينقل دعاء مركا هذه إنه قطو ميرها فربوين كإياه اللي بودا ذا يمير كسوا وحكسوا جلان إن لا يسود إن لا كان ترور إن ذلك دروغ عن يسود قدومي يا محكمة السرية ذلك يا حركة كجري حارون عصب عبد العزيز هيكل ayaa warbixinta si noo sii dheereynaya gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa xariga ka jaray goob cusub oo lagu kordhinayo xarunta dambibaarista ee CID ee magaalada Muqdisho taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya xeer ilaaliyaha qaranka ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay qaybtan lagu kordhinayo xarunta CID waxayna aad iyo aad u muhiim ah gudahaan waaxda iyo booliska Soomaaliyeed in ahmiyad weyn la siiyo la dagaalanka dunida la dagaalanka dambiyada maanta waxay nagu soo kordhay waxaan dhaqanka Soomaaliyeed kamid ahaan jirin meel aan soo gelin waxaan maalin walba maqlaynaa wiil yar baa la qabsaday iyo inay yar baa la qabsaday waxa runtii dhaqanka Soomaaliyeed kuma jirin inaan la farxumeeyana waxay ahaan jirtay waxyaabaha la isku dilo laakiin hadda waxay noqotay wax iska caadi waxay u baahanahay markaas hoteelada cebka weyni ma jirta hoteelada inay dambiyada aynu ka hadlaynaa ka dhacaan layaal malaynu dambigu ka dhaca bannaanka
وليد واحد عجروي لكن هوتيل حمد بيالا وعينو قرانا إنه إن لا يدن بنوع عاصة كده عيرك وينوتي قرني ملنا يدن ملنا يمسويه ده إنه هنا أنت واحد قطعه ما كان يعني واحد ربنا حياة وزارة أمن ده يوتيس كبولس الصومالية يوزارة الدين تيا وقافت من سكة عشران هوتيل هذا قادم أهمية إلى هاي إن قفك فريهيسا إنديهيسا يوجيهيسا ولا ديوان قليو سي لو كلا سارو دكا كلا دوان إذا سنياشا ونقونايا محكمة ذاها إقرصورك سوماليا وأكتهين وودنك سوماليا وحا كجرة سكودا حياة عبادن أو لحري لسن حاجة إنفرميشنك محايا لي ودن كان مدو كجري دقال السوكاية ممريجي يوحي لوو تلقل دادك الووكي يدين جرينا سيفي عانو مكي تسمين مركا قفكي وحو يالان كرا مقعيه كالدوان سيالة كالدوان وحو فرسمين كرا وحا كالي او الوحا لين كرا وحا وي ان لهلو داتا بيس دادك دنبيري ياشا لغا غبطو دالكا ان لغا غبطو سيكالي اللوغا غبان كرا وحا وي قفكا سوه نفريه سهينو وان نفريه سغبانو او داتا بيس كتيرا oo markaas ama habsa ku jira dibadda ha joogeen mar haduu uu soo galo halkaas ay shaki ku jirin in muxuu aha uu san dibaatan ka dambe uu sagaysay Cabdiasiis Cabdiraxmaan Xasan Dacisaykal Raadiyo iyo Telefishnti magaalada Muqdisho afayanka ciidanka booliska Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay dad fidinaya diinta Kirishtanka Umar Guux ayaa warbixintaas noo eegaya afayenka ciidamada booliska Soomaaliland Faisal Xiis cilmi oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliland ay gacanta ku soo dhigeen laba qof oo ay sheegeen in gudaha Soomaaliland ay ku fidinayeen diinta Kirishtaanka afayenka ayaa sheegay in ay u gudbiyeen maxkamada awooda u leh qaadista kiiskooda isagoona dadka Soomaaliland ugu baaqay in ciidamada ay la soo socodsiiyaan cid walba oo ka qayb qaadanaysa arintaasi wuxuu daran yahay wiiga hore ama wiiga la soo dhaafay ciidanka booliisku waxay soo qabteen laba qofood oo ah murtidiin diinta islaamka ka baxay oo hadana ah daaciin diinta kristaanka fidinayay taasoo ninku yahay nin korka haya quraanka iyo fiqiga labada qofood waxaan ku dacweynay murtidiin iyo daaciin inay yihiin ninku wuxuu korka haya quraanka kariimka ah iyo fiqiga cid kastoo istaraahda cid kastoo istaraahda diinta kristaanka xaqiiq ku fiday ha ogsoonaato in ciidanka booliiska cid ka baxsanaysa aanay jirinin oo aan lagu faafin karin labada qofood waxaanu ku dacweynay murtidiin iyo inay daaciyihiin waxaanu kiiskooda u gudbinay maxkamadda iyo xilanta awoodda u leh dadweynaha Soomaaliland waxaanu si mugla ugu digaynaa kula boorinaynaa inay ka fiicnaadaan falalka noocaas oo kale ah cid alla ciddii aragtana ay booliiska si degdeg ugu soo wargeliso Cumar Guux Raadiyaha iyo Telefishinka City Muqdisho wasaaradda waxbarashada maamulka Hirshabeelle ayaa la wareegtay iskuul ku yaala magaalada Jowhar caasimadda maamulka Hirshabeelle Cabdicasiis Heekel hayno sii dheereeyay mar labaad wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa la wareegtay iskuulka dugsiga hoose dhexe sare ee Hoosad ee magaalada Jowhar kaasoo hadda ay gacanta ku hayso wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle wasiir dowladda wasaaradda tacliinta sare ee maamulka Hirshabeelle xildhibaan Abukar Xasan Abukar ayaa ka warbixiyay ujeedka ay ka lahaayeen la wareegida dugsiga hoose dhexe sare ee Hoosad aan ku kordhinayno dugsiga hoose dhexe sare ee Hoosad oo ku yaala magaalada Jowhar dugsigaas oo ah dugsi public ah oo ay wasaaraddu maamusho ardayduna ay ka faa'iideystaan iyadoo macallimiintu ay ku dhigaan iskuulka uu yahay iskuul macnaha oo lacag la lagu dhigto iyadoo lagu daneynayo ummadka Soomaaliyeed ee aan fursada u helin inuu macnaha iskuulada ka bixiyo lacagaha lagu dhigto oo ujeedada ah runtii talaabadaas oo ah talaabo aad iyo aad macnaha u muhiima maadaama ardayda ama ummadka Soomaaliyeed badankoodu ayna u helin fursad waxbarasho
بدن كودنا أي عقبات كوه العقدة لا بحنايو ما ملك يوم علمين تا تكسي وصل ده هرسات أو رنتي تيم اسكو دوبن وزارة السود هويين وحنا أقبلين إني معناها وزارة الشقيان إيه اسكو ده وزارة الشقيان هتنا إيه وإني إيه كل دكان راب كاس أو أرض براش كل دكان عبد العزيز عبد الرحمن حسن عبد العزيز هيكل راديو إي تلفزيتي مجلد مقدشو ورك راديو تيكيغا ستة حرون تيست دحاي مقدشو خلق كان ينكسو أفميرنا ورك واحد يدلس عسيني يعني قول داعب خلق كاميرا ده فرسمات يقى قابين يستحيب في عبد العزيز هيكل وركان وركي ستة سيرا أيوه نبت جنب